فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشريعة تارة تطلق ويراد بها ما جاء على أحد من الأنبياء دينا يتدين به الناس عبادة لربهم سبحانه وتعالى، فيقال حينئذ شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ويراد بها تارة نوعاً من أنواع الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال شريعة الصلاة وشريعة الصوم وشريعة الزكاة. وفي صحيح البخاري في موضعين منه بسند واحد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فرض علي الله سوى الصلوات الخمس الحديث؟ حتى قال طلحة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، أي أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.